بدأت امتى تفكري ان انت لازم يبقى ليكي تصميمات ومجموعات كل سنه بتطلع وان العالم من لازم يشوف الشغل بتاعك؟ من وقتها. عايز اقول لك حاجه، انا اشتغلت بجديه والظروف خدمتني في حاجه، ان انا بدأت في وقت كان مصر ما فيهاش حاجات في النوعيه دي بذوق راقي شويه، كان يعني كانت حاجات تقليديه جدا كلاسيك جدا. انا كنت عايزه اخرج بره الصندوق، كنت عايزه اعمل حاجه مناسبه سني ومناسبه للناس اللي قدي وحاجه فيها كواليتي. وبعدين يوم ما عملت الشغل ده فتحت محل، قلت انا عايزه اعمل منتج عالمي، عايزه اعمل شغل عالمي. الحاجه اللي انا مش هقدر اوصل فيها العالميه مش هعملها. الجوده عندك شروطها ايه؟ البرفكشن، الخامات، الخامه طبعا، الديزاين، توزيعه على الملاية. يعني انا بتاخد حاجه شكلها حلو ولما تفرشها يبقى شكلها حلو، نسبتها على السرير حلوه. التناسق الالوان مهم جدا. اوكي، لازم تكون عندك، مش كانك تابلو بس انت حاطط حاجه انت حابب ملمسها جدا، عارف ان الكواليتي دي مش هتبوظ على طول، عارف ان الكالرز مش هيبهت، وعارف ان الديزاين حلو. يعني احنا بنستخدم يعني غزول اللي هي الجيزه. اوكي، جيزه 86، جيزه 92، دول اعلى قطر. عندك فوق ال 400 تصميم مش كده برضه؟ يمكن كتير. عندي كتير الحمد لله. الحمد لله. وعملت حاجه لذيذه جدا، انت عارف ان الديزاينات الحلوه ما بتروحش. السنه اللي فاتت احتفلت ان احنا فاتحين محلاتنا، اول محل من 30 سنه. قعدت انتاج الموديلات اللي عملتها من 30 سنه. طبعا عايز اقول لك، عايز اقول لك حاجه، انها كانها ديزاينات السنه دي. الفوط والمفارش والملايات والحاجات الجميله والحاجات بتعمليها من هنا، عايز اعرف فكرتها بتيجي ازاي، تصميمها بيتعمل ازاي، يعني ايه شروط انك توافقي على تصميم؟ في شروط، في حاجات اوقات الديزاين بيطلع على طول. بيبقى المودرن والسيمبل يعني ممكن يطلع طول، وممكن ديزاين يفضل 6 شهور. 6 شهور؟ 6 شهور حتى الكالرز قدامي وسايباه، اروح واجي عليه لسه ناقصه حته. طب هنخلص الموديل ده، سيبوه شويه لسه لغايه لما الوان تظبط. يعني في مثلا ديزاين ورده 10 درجات، انا بنقي من كل، يعني في احمر حتى 4 احمرات وحتى 4 موفات وحتى 3 من الاخضرات، بنقي منهم واحد 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 لغايه لما اللون يتظبط. حضرتك مش متخصصه في المجال من البدايه، اكتسبت خبرات هايله جدا وقدرت تعملي مصنع وتعملي منتج هايل جدا. الخبرات دي، ان انا اختار المكنه دي عشان تعمل لي الشغلانه دي، واختار المعده دي، يعني وروني مواد عند حضرتك بتعمل خرم صغير جدا وتقدر تسرفل حواليه. المكنه دي، اسرار المكنه، اختيار المعارض. بص هقول لك حاجه، اللي بيحب بقى الصناعه مع ربنا، يعني بتفضل انت تلف في العالم تدور على احلى طبعا ده. كل المعارض بتاعه المكن الكبير والمكن الصغير رحتها على طول، المعارض العالميه بتشوف كل الجديد اللي داخل في العالم واللي هيطلع كمان سنتين هيبقى شكله ايه. ازاي بتحددي سعر كل منتج؟ انا عايز اعرف. انا بنشتغل على داتا، الضوابط، داتا بيز. القماش الديزاين ده اخد قد ايه قماش، اخد قد ايه غرز تطريز، اخد قد ايه مراحل تشغيله. في موديلات بتتقفل فيري سيمبل، في موديلات يعني الصناعي الشاطر بيخلص طقم واحد فيهم، بيبقى في تفاصيل كتير بس، وبنحط ربحيه نسبه المصنع ونسبه المحل. دلوقتي